هاي جايز، كيفكم؟ شلونكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم في السيارة مع اخواتي، جبنا هيونا واخيرا ان شاء الله اليوم بتشاركنا في هالفيديو. قلنا لها لازم تشاركي معانا. هذا الفيديو بيكون ايش؟ مثل ما عودناكم سوالف بنات، احلى فيديوهات في قناتي، صدق اعشقهم هالفيديوهات. فكتبت لكم في انستغرام اللي يبغى يشاركنا باسئلة الفيديو جاي يكتب لنا الاسئلة. فاللي كان وده يطلع في فيديو اليوم، ترى كثير احب اسوي هذول الفيديوهات، وجو فولو ماي انستغرام عشان يمكن المرة الجاية سؤالكم يكون في هذا الفيديو. كلنا نسولف مع بعض وكلنا بنجاوب من وجهة نظرنا. طبعا عندنا different age groups right now. عندنا صبا she's like an adult، عندنا فرح اللي هي خاص 19، فهمتوا انها بس يعني بديت I'm finishing my teenage years, you know. Yeah, newly adult or like a mini adult going into the adult phase. عندنا هيونا بنت المتوسط. فبيصير في اختلاف وجهة نظر. تونا مرين قهوة، هذه القهوة اللي مريناها أنا وهيونا، أخذنا آيس سبانش. صبا ما أخذت لها شيء لأن كانت تبي ديكاف، وهذا المكان ما عندهم ديكاف، فبنروح وجهة ثانية عشان صبا تأخذ لها ديكاف لأن إلى الآن تداوم. يعني هيا عطلت، أنا معطلة، باقي صبا، فيا تحتاج ديكاف عشان ما يسهرها. شوفوا كمية الأسئلة، حماس. ايه شوفوا توني مسوية أظافري، ايش رايكم فيها؟ جايز انا ما ادري، احس اني شريرة شوي. صح، لانه مرة they're pointy and they're long، بس انا مرة احب الفرنش. بما اني ان شاء الله رايحة بعد كم يوم، كلنا رايحين سفرة خرافية، مرة متحمست لها، مع ان الملابس اللي طلبتهم ولا طلبية وصلت. قولي لهم ليش؟ لأني حرفياً الأسبوع اللي فات طلبت. I procrastinate a lot، ومشكلة أني أطلب أشياء تحتارين بوش تطلبين، وفي النهاية تطلعين ولا تطلبين شيء. غير كذا وش قصة المناديب؟ إيه قصة المندوب له يومين يكلمني. بس ما يكلمني إلا الساعة 10 الصباح، معلش مين قايم 10 الصباح في رمضان؟ doesn't make sense. صيبة. فلهم يومين يحاولون يتواصلون معاي، بعدين على بال ما اقوم يكونوا خلص الشفت حقه، بعدين يجيني مندوب ثاني من رقم ثاني ونفس الشيء 10 صباح يكلمني. فهذا اللي صاير. بسم الله. 12 seconds later. يلا اول سؤال موجه لصيبة. يلا صيبة، متى بتفتحين قناة؟ ان شاء الله. ترى والله العظيم every single video ترى صبا تسوي نفسها. أما الحين أقول لكم ما راح يكون فيه. لا ما تدري، يمكن يخطف بالي، بس مو الحين، بعد 3 years no maybe tomorrow. فلا تصدقون صراحة، لا تصدقون، أنا ما صدقت، فأنتم يعني don't get your hopes up. بس كلهم يبونك تفتحين، كلهم مرة إن شاء الله. أنا بقيس الاحتياج في السوق أصلاً. إذا أحد شافني في الصدق أول شيء أهلين فرح كيفك، وين صبا؟ يعني جمهورك والله صدق أنصحك تفتحي القناة الصراحة، بس أحسك أنت جوك مو يوتيوب، أحس كذا بلوجز. إيه بلوجر كذا. طيب في ناس يقولون إيش التانينج برودكت اللي تستخدمينها؟ كل هذا إن شاء الله بيكون في فلوج جاي قريباً، اللي هو فلوج السفرة الجاية. شوي توتوريال كامل أصلاً. ايه بسوي توتوريال كامل طريقة فرح بالتالي. وش شعور اخواتك يوم فرح انولدت؟ كانت دي اونلي تشايلد، بعدين فجأة فرح جت صار عندها اخت. صراحة كير، يعني الصدق اني انا بس كان عمره 5 سنوات، يعني انا كان بابا طلعنا انا وبنت خالتي وقال لي ان شوفي اختك الجديدة، رحنا المستشفى وعييت ادخل، كان في العاب برا بلاي جراوند، عييتي تشوفيني؟ اي عييت اشوفك، يعني I didn't care، قعدنا نلعب 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 نلعب، ما اتذكر اني شفتك، ما اتذكر اللقطة، بس اتذكر اني قعدت اصيح لما لعبنا برا بالبلاي جراوند حق المستشفى. يعني بابا كان يبغى يوريك فرح. أي. الصغيرة اللي انولدت هي انا، وعيت تجي تقول ابي اقعد العب في الالعاب. طيب شكرا يا صبا. انا اسف يعني شيء. طيب. حدث مهم بس. خير ان شاء الله، اكيد حدث مهم. معلش البلاي جراوند او لا. اوكي تمام، بس كان عمره 5 سنوات فعادي مسامحتها. طيب هل تذكرين يوم هاي انولدت؟ اي مره، هاي اذكرها مره زين. بس لان كان عمرك كم؟ 10. كان عمره 10 سنوات، انا كان عمري 5 سنوات، فما اذكر ابدا. مفروض تذكرين. ما اذكر ابدا ابدا ابدا
ابدا. وانا رحت اشوف هيا لا، بس هيا ما قد عاشت كذا فتره بدوننا، يعني we're there her whole life. yeah. هيا يلا نبغى سؤال. لو جاتك فرصه تفتحين براند وش يكون؟ ما ادري، انا احس سكين كير. بس ترى مره معقد سكين كير على فكره. طيب لازم تجيبين شيء فهمتي اللي ما تلعبين في الناس. مو معناتها ان الحين لازم اسوي انا ما ادري، احس ابي افتح صالون. ليش بفتح صالون؟ عشان اقدر اسوي اظافري متى ما ابي. صح والله فكره. وش اكثر شيء متحمسه له في العيد؟ يلا انت جاوبي. في العيد هسنا احس يعني ما يحمس. ليه؟ ما ادري، انا احس ما يحمس هالسنه. ليه ما يحمس هالسنه؟ ما ادري. اوكي انا صراحه اكثر شيء متحمسه له هو العيد نفسه، يعني متحمسه اكشخ وكذا واشوف اهلي وزي كذا، بعدين بعدها بيوم بسافر للمكان اللي ابيه. ففي اشياء اتحمس. متحمسه خلاص كذا يعني اجازه. اي مسكينه ما اجازت. انا مو مستعده ارجع جايز، ما ادري شلون برجع للجامعه لي اكثر من شهر معطله. طيب هيا قولي لنا كذا موقف صار لك في المدرسه. Okay, something that's like in your head. فهمتي؟ A memory that's literally in your head around school. يوم طفى الكهرب. يوم طفى الكهرب. لو في شيء تغيرينه بالعالم كله ايش يكون هذا الشيء؟ انا اقول peace. السكول يصير اونلاين. ليش اونلاين؟ طيب ما عاد تشوفين صديقاتك، ما عاد تشوفين احد. لا اقدر اشوف صديقاتي، اقدر اصلا ما تقدرين تصادقين وهو اونلاين. صح. الا تقدرين ترسلين بتيم. ترى تعلميني انا كان اونلاين انا ميد فريند. اي نو. احس food and water should be free. صح اتفق. صدق why would you pay to get food from ان الاكل market؟ يكون ببلاش. اي معلش شلون بعيش بدون الاكل؟ صدق والله منطقي. إيه؟ مرة ووتر بعد منطقي. وش أحسن مدينة سافرتي لها من ناحية السكان؟ شلون يعني؟ أنت حبيت المدينة عشان سكانها الناس اللي فيها. إيه؟ مالديفز يعني ما قد شفت أطيب منهم في حياتي كلها، يعني مرة غريب شهم بزيادة طيبين. ما أدري ما في شعب مميز أقول يا الله مرة كيوت. يمكن مصر. مصر لا اي مره احبهم خفين دم. وهيا كنت بقول مصر. وشو ال red and green flags in a person لما الشخص يكذب؟ كيف يعني in general؟ انا اللي يقهرني ان الشخص يكذب لو كذبه بيضه، يعني ليش؟ فهمتي قصدي؟ ليش؟ إيه؟ اللي تقعد تكذب بكل سالفه تقولها ليش؟ والله صدق ليه؟ لو انها ساكته اهون. ريد فلاجز اللي مثلا ما يهتم بنفسه، اوكي يعني إيه؟ فهمتي اللي ما في هايجين. اي اهتمام بالهايجين بالضبط، مو مهتم بنفسه يعني مو مرتب نفسه، مو مرتب شكله اللي كذا فهمتوا؟ نوت فيري هايجينيك من هالناحيه. هيا ايش؟ انا اللي يسفه، ما احب احد يسفهني. ما تحبين اللي يسفهون؟ لا. اوكي طيب what's a green flag؟ اللي يتكلمون معي، اللي يسولفون معاك. خفيف دم. ايه that's a green flag. خفة الدم مرة مهمة. فرح يلا ما قلت اجابتك. فرح وش الكونسيلر حقك؟ hourglass. green flag ابي شخص فهمتي that matches my energy، يعني ما ابي شخص طافي كذا matches my energy. انا ما قلت وش متطلباتك. ابغى green flag. اللباقة. ايه وش اللباقة؟ اني يكون لبق، شيء هبوا فيه الناس وانتي لا. تذكرين ترند اللي في الحجر اللي الناس يصبغون اللي تحت وردي؟ ايه that was my dream. شو واحدة كاتبة نزلي فيديو انتي صبغوا وانتم تروحون تصلون في المسجد. او ليش؟ يا الله استغفر الله، والله ليش يعني ايش دعوة؟ وشلون لبس العيد؟ هذا مرة تكرر كثير. لونه اسود وابيض، اصلا مرة منتشر ذا الفستان، اتوقع كلكم عندكم اياه، بس يعني اضطريت اني اشتري لان كان لاست مينت. فرح ليش ما تسجلين بنادي؟ جيف مي سبيس. اجين نرجع لموضوع الصملة. لا انا مشكلتي امل بسرعة، للاسف الشديد انا امل بسرعة. لو انعرض عليك تكونين ممثلة في مسلسل من مسلسلات رمضان، وش تختارين؟ زوجة واحدة لا يا الله. طيب انا ما قد شفت انا ما اتابع مسلسلات رامز. اي شيء فيه
رمضان. انا امي تحكي مقلب مسلسلات. يلا اختاري اوت اوف امي. لو بروح مسلسل كان في رمضان كان ودي يكون العاصوف. ما في العاصوف بس ما ابي ما في هالسنه معلش ولا مسلسل احس أم جوي صامل وام بس لا ولا مسلسل هالسنه احس اني ابغى امثل فيه الصراحه. لا مو بانتي ودك يو هاف هذول الليست مسلسلات اختاري واحد تمثلين فيه يعني لازم كان وي هاف تو بيك وان. ما ادري ما ابي ام صامل. طيب وانت هيا؟ انا في رامز. شلون انت تصيرين رامز؟ انا لايك اي مقلبك إيه. طب مو بحلو ام حياتي منو انا عمري 6 اني مقلبني رامز او اني اصير في دعايات العيد. اي حلو دعايات العيد. دعايات حقت زين اي مره حلوه. وش هي وظيفه احلامك؟ انا يعني صراحه ما اتخيل نفسي في مكتب وظيفه. لا قلنا لك وش وظيفه احلامك يعني something that's extraordinary. وظيفه احلامي اني ما اكون موظفه. اني ما اكون موظفه والله العظيم. ليه ما صرتي تنزلين فلوجات زي قبل؟ حرام عليكم انا قاعده انزل لكم فلوجات. لا راجعه في رمضان راجعه. وش مشروبك من ستاربكس؟ انا مشروبي طويل ايس امريكانو مع 2 بومبس وايت موكا وهاف اند هاف. هيا ايس وايت موكا. تفكرين تسوين مقابله بودكاست مع صبا؟ تدري احس جوينا نسوي بودكاست؟ اي والله يمكن والله مره مره ودي احس مره جوينا صراحه. وش اروع من انك تقعدين في أنا مكان؟ انا ما اسمع بودكاست ناس يسولفون. اسمع بودكاست يعني ناس يفيدوني. لا انا اسمع بودكاست ناس يسولفون بس مو بعرب يعني اسمع اجانب. ايش يصير يعني كذا يعني شي قاصب بعدين يجيبون جست فهمتي ويقابلونهم. مثلا جست مشهوره ويقابلونها. بودكاست مره مره حلو يعني بودكاست صدق احس ماي دريم جوب. هذا النكست ستيب بعد اليوتيوب. طب قاعده اقول تو خاطر بالي ترى. يعني شكرا اني سالت سؤال. عمرك اخذتي شيء من اختك ولسه ما رجعتيه؟ كثير. ليش قاعده تنظريني كذا؟ تعرفين شيء؟ ما ادري عنك. الا انا ما اخذ اشياء الا اذا اذا الشغله حطيتها في غرفتي فقط كملابس. اذا حطيتها في غرفتك يعني عادي خلاص صار حرام عليك تستخدميها. ما انزل واقول لك هذه اغراضك. طيب سؤال، لما تاخذين مني شيء تقولين لي اباخذ هذا متى يرجع لي؟ اي صح يرجع لك اذا قلتي فرح يلا نزل. هيا هيا سراقه البيت. اكبر حراميه. لا بس ما اصدق منكم، اصدق بس من ماما. لا اقسم بالله يعني ملابس صبا تيجي تفتش وانا ما دخلت تقعد تهاوشني وشغاله اللي حطيتها في الغرفه. ميك اب عباياتي. يا عبايات ماما. ايه العبايات دابا بس ليتها تقول فهمتوا. They just disappear. وش أسوأ فاشن ترند هابين فيها حاليا؟ هيا بس it's not a trend anymore. طيب يلا قولي. اللي يلبسون skirts over pants. Yeah, that's bad. Yeah. I've went to a birthday party and I saw. شو مرة ترند؟ بنطلون بعدين تنورة. إيه. هو ما قد شفت هذا. بنطلون كذا. كذا jeans يصير jeans and then a skirt on top. مستحيل. والله. ليش توي أدري عنه؟ skinny jeans. Remember when they were trending? Oh my god. That was disgusting. في ناس إلى يومكم هذا يلبسون skinny jeans. فرح. فرح كنت عشق سكيني جين. يا بس نو ناو في ناس الى يومكم هذا يلبسون سكيني جين. بس ترند مره حلو يعني الحمد لله ان رجعوه هو الفليرد بانتس. براند لويفي استهلكت مره. ايه. خلاص اتس اوفر يوزد. صح. كيف بديتي بالميك اب؟ ترى كنتي ما تعرفين تسوي ميك اب. مره ما اعرف لوكاتي القديمه مره ما كنت اعرف ولا كنت حتى احط ما كنت أصلا أحتاج. بعدين كذا فجأة في يوم وليلة عرفت والله العظيم ما أدري شلون بس عرفت بالنفسي يعني ما قعدت أفتح يوتيوب فيديوز ولا شيء. بس أهم شيء في المكياج عموما إنك تعرفين لوجهك. جربي سوي زيني وعادي بداياتك تكون ترينة يعني مو من أول ما تبدين بيكون بيرفكت. بالعكس جربي وشوفي وش يصلح لك وش ينفع لوجهك لأن ما في طريقة معينة في الميك أب. هيونا هاي صارت تبدأ تحط ميك أب فأعطيهم نصايح للميك اب. ايش انا اصلا يوم بدوا الناس ميك اب كنت بزر. شلون يوم بدوا الناس من لا يعني when I was like I don't know
المهم انه from like تيك توك وكذا from like trends تعرفين buy trending stuff no ما له دخل الا له دخل no مثلا blend find the right shades blend wet your beauty blender yeah wet your beauty blender so but عندك نصيحة للميك اب احس يعني teach yourself باليوتيوب اشياء ترندنج اللي قاعده تطلع والناس اللي يقولون لازم تشترونه يو نيد ذس باي ذس رايت ناو ترى يو دونت نيد والله العظيم انه بس دعايه الحين فجاه صار كل شيء لازم نشتريه صح لازم يصير عندنا لازم اي شيء ترندنج يعني صارت السوشيال ميديا حقتنا عباره عن السوشيال ميديا صارت عباره عن ادفرتايزنج كلها اعلانات يعني حتى ناس اصلا مو انفلونسرز بالضبط اي يعني ناس مرة عاديين يجون يقولون لك يلا يفتحون يوتيوب ولا تيك توك يقولون هذا الشيء غير ميك اب حقي غير شكلي لازم يصير عند كل بنت لا مو لازم لا صدق والله مو بلازم بعدها باسبوع يطلع برودكت ثاني هذا الشيء لا يعني هذه مسج نيدز بي شيرت تو ايفري ون صح والله صادقه مره صادقه دونت ويست يور ماني على اشياء بس عشان فلان قال يو نيد ات يو دونت True. So yeah, know your face. That's the and gist know of your it. needs. Exactly. وبكذا نكون انتهينا فيديو اليوم. إن شاء الله عجبتكم السوالف. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وأشوفكم في الفيديو الجاي. Toodles. Bye bye. Wow, so cute. مرة. وين في؟ أول مرة أشوف هذا في حياتي. هي يحطون مباريات. Thank you.